لغايتهم كما كيشوفوا 8 ديال المشاركين فقط. اذا كتعطى الان انطلاقه رسميه ديال السباق السادس في هذا الاثناء جائزه ريانا مخصصه لخويا العربيه اصيله 4 سنوات فما فوق. المسافه هي تحدي بالنسبه للعديد من المشاركين هنا 2100 متر. انطلاقه ديال زينه الزرايا القاسم الفضولي كيقود منذ البدايه المسابقه صعود من جانب رقم 8 وين تونيزام رفقه عمر الكجل. كذلك الخروج من جانب رقم 5 سبيد انجل وكذلك رقم 1 اديدو سان لو من جهه الحاجز. محاولة ديال إشيبو عروة رفقة إيرتو إنزمو رقم 3 كذلك في القرب منه كنوجدو ميستر ديلو رفقة عبد القادر القندوسي. بينما كنشوفو تأخر نوعا ما ديال شمالي دون 12 رقم 2 رفقة عبد الحميد السريدي الآن في المرتبة الأخيرة. الرقم مازال من جانب رقم 6 زينة زريان رفقة قاسم في الدور. محاولة كذلك من جانب رقم 1 أديدو سان لو وكذلك رقم 5 سبيد إنجل في انطلاقة جيدة. كذلك من الجهة الخارجية رقم 4 ميستر ديلو رفقة عبد القادر القندوسي وكذلك الصعود من جانب وين تونيزام رقم 8 رفقة عمر الكجل. مازال كنشوفوا قاسم فضول يقود المسابقة لكن الأمور الآن كنشوفوا العديد من المشاركين الآن في أصحاب المقدمة. وين تونيزام كياخذ المبادرة الآن رفقة عمر الكجل لكن قاسم فضول مازال يتشبث بالمقدمة. رقم 6 زينة الزريان محاولة للصعود من جانب عبد القادر القندوسي رقم 4 ميستر ديلو قريب جدا. كذلك كنشوفوا كل من إيشيبو عروة رفقة رقم 3 إيرتو إنزمو دون أن ننسى رقم 1 أديدو سان لو في محاولة للصعود. المنافسة الآن انحصرت بين رقم 8 وين تونيزام وكذلك رقم 4 ميستر ديلو القندوسي عبد القادر كذلك ينطلق بقوة. رقم 1 أديدو سان لو رفقة راكب عبد الغني دعوف في محاولة للصعود لمقدمة السباق ترجعوا نوعا ما من جانب قاسم فضو رفقة رقم 5 زينة الزريان وكذلك محاولة للصعود من جانب رقم 1 أديدو سان لو. الآن المنافسة ربما غادي تنحصر بين رقم 8 ورقم 4 عبد القادر القندوسي ينطلق بقوة. رفقة رقم 4 القادر القندوسي رقم 4 ميستر ديلو كينطلق بتبات نحو الفوز بهذا السباق. خروج من جانب رقم 8 وين تونيزام رفقة راكب عمر الكشل وكذلك رقم 1 أديدو سان لو رفقة راكب عبد الغني دعوف. الأمور صعبة جدا عبد القادر القندوسي كيمشي بتبات نحو الفوز بهذا السباق. رقم 4 ميستر ديلو الفوز في هذه المسابقة ربما الأمور غتكون بالنسبة لي سهلة لكن خروج قوي من جانب عبد الغني دعوف رفقة رقم 1 أديدو سان لو في محاولة للانطلاق. رقم 4 رقم 1 رقم 4 اللي غادي يفوز بهذا السباق بكل سهولة القندوسي عبد القادر لكن صعود من جانب رقم 1 لكن الأمور نوعا ما صعبة. القندوسي عبد القادر كيفوز بهذا السباق رفقة رقم 4 ميستر ديلو رقم 4 رقم 1 ثنائي المقدمة بالنسبة لهذا الشوط. رقم 8 وين تونيزام في المرتبة الثالثة الفوز من جانب ميستر ديلو رقم 4 رفقة راكب عبد القادر القندوسي ليتمكن من الحفاظ على الصدارة وفاز بكل سهولة في هذه المسابقة. كيتفوق على عبد الغني دعوف رقم 1 وين تونيزام عمر الكجل اللي كان عنده سباق جيد جدا الا انه يكتفي بالمرتبة الثالثة. انا كنشوف الاعادة بكل سهولة رقم 4 رقم 1 ثنائي المقدمة ثم وين تونيزام رقم 8 في المرتبة الثالثة. هذا كل شيء بالنسبة لهذا المسابقة الرابعة. غنلتقيو بالمسابقة السادسة غادي نلتقيو بعد لحظات بنتائج الوصول المؤقت.